إن هذه الحياة ليست المصيبة فيها الموت فحسب، فإننا على يقين، يا من يستمع إلي ويا من يراني على يقين، تعتقدون بعد 80 عام أن أحدا منكم على قيد الحياة؟ تأمل يا صاحب 40، أيكون عمرك بعد 80 120؟ تقول الأعمار بيد الله، صدقت، لكن لو بلغت 100 فما أطول ليلك وما أطول نهارك. والله من بلغ 90 فقد مل من حياته، بل من بلغ 80 يريد حسن الختام، لأنه بعد 40 لا تتجدد نعمة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذا كانت 40 يا صاحب 40 هي سن الإبدار وسن تمام النعم وسن الأشد وما بعدها نقص، وإذا ومن بلغ ذروة الهرم فليس بعده إلا النزول. وقف علي ومعه أصحابه على المقابر فقال السلام عليكم يا أهل المقابر، أما أموالكم فقد قسمت، وأما بيوتكم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد تزوجنا غيركم. وهذه لذة الدنيا، البعض منا شابت لحيته وأكبر همه يبني بيت، يؤمن المستقبل كما يدعي. أي مستقبل هذا الذي تتركه؟ الحقيقة إن المستقبل هو ما يكون في قبالة الأيام ومستقبلها. المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. المستقبل يا من انشغلت بجمع حطامها وحلها وحرمتها، ولوثت وساهمت واستبحت الحرام وحمت حول الحمى، الآن لما غرغر وتحشرج ونصبت النصائب وأعلن الاختبار، والعجيب أن الاختبار أسئلته معلومة والراسبين فيه كثر، من ربك؟ هنا فضحت الدنيا، فضحت له الدنيا، وعلم أن البيت الذي كان يبنيه من طين وحجر ليس المستقبل، وعلم بأن الوظائف التي سنم أبناءه إياها ليس هو المستقبل، والرصيد اللي تركه خلفه ليس المستقبل. لا أقول أن نترك الورثة الفقراء، جميل أن نتركهم أغنياء، خير من أن يتعففوا أو أن يتسولوا على موائد اللئام، لكن ليس هذا الهم في قلبك. ولربما إن لم ترحم أنت نفسك بأن تقدم عملا صالحا لنفسك فلا أظن أن من خلفك سيرحمك. أقول أما علي فنادى أهل القبور فقال أن الأموال قسمت والبيوت سكنت والزوجات تزوجنا، ثم قال هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ أيردون؟ أتخرج رؤوسهم من نسائل القبور؟ قط. لكنه علي رضي الله عنه ورد يريد أن يربي من حوله من أصحابه، قال ثم سكت والتفت إلى من كان معه وقال أما والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. الله أكبر. أنت في الحياة في طريق وفي سفر، والعجيب معاشر الأحباب أن هذا المسافر يعلم أنه يسير في دار يعبرها لكي يعمر ما خلفها، فإذا انشغل بالعمار هنا وترك العبور إلى تلك تحسر، وأتت النداءات للمتحسرين، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وما أشده من رد كلا إنها كلمة هو قائلها. معاشر الأحباب، إذن نتحدث عن أولئك الذين قطعت عنهم وسائل الحياة، كانوا يعتبرون بغيرهم وبات غيرهم يعتبر بهم، أولئك الذين تحت الأرض يتمنون العود، أمنيات في صدورهم، والله لو فتحت وتنسمت تلك القبور لكان يكفي الميت منهم أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لأنها خير مما طلعت عليه الشمس. إذن العبرة معاشر الأحباب
فيما سنقدم بين يدي رحيلنا، وإلا فإن الرحيل آت آت، والله لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. ذاك الذي قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأجاب بها: ها لا أدري. فضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لعاد رماد، والله لو أذن لا أو خرج الصوت فسمعناه معاشر الخلق من جن وإنس، لما طابت الحياة لنا فوق الأرض من فزع ما نسمع من صراخ وأنين: رب ارجعون، رب ارجعون. وهذا الصياح والأنين أمنياتهم يرجعون، لما؟ ليعملوا صالحا. نعم معاشر الأحباب، من أحب شيئا كان هذا طبعه، ولذلك أنت مع من أحببت. من أحب الأذان، أحب الطاعة، أحب المسجد. كم من رجل شيخ كبير يختم له بين أذانين وبين صلاتين، وبعضهم وهو ساجد، وبعضهم وهو صائم، وبعضهم في جوف الليل. هذا ليس اجتهاد 4 ساعات في آخر الحياة، هذا اجتهاد في الحياة كلها. ذاك الذي علم أن الحياة ميدان، ميدان للتنافس في الخيرات، ما أشغله زخرف ظهرها، فهي دار لعنت ولعن ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، هي دار اللعب واللهو والزينة والتفاخر. ولذلك قال الله عنهم: يقول حال أولئك المساكين لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يريد أن يعود مرة ولا يريد أن يعود إلى أهله. ولذلك لو قيل لأهل المقابر عودوا يوماً ثم عودوا إلى اللحود، لا يعودون إلى الزوجات ولا إلى الوظائف ولا إلى الأموال ولا إلى 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 ما تركوا من نعيم، لا والله، أحسبوا أنهم سيسجدون سجدة حتى يعادون إلى اللحود من جديد. وطوبى لمن سجدها الآن قبل أن تكون أمنيته: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دليل على أنك ما دامت الأنفاس بين جنبيك تستطيع الأماني أن تحققها. أما إذا ختم وكان آخر نفس وعند الحشرجة، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع. الآن يقال لك كما قيل لفرعون: أخي الحبيب، جميل أن نتواصى على ما يحيي القلوب، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، بل وزور المستشفيات وانظر إلى من رحلت عافيته، انظر إلى من كان يمشي وبات يدفع، انظر من كان قويا وبعد تحليل من التحاليل قيل أن بك السرطان أو عندك من الأمراض المزمنة. أحبابي، الآن قبل أن تكون أمانينا لا مجال لتطبيقها. أسأل الله أن يختم بالسعادة آجالنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يجعلنا ممن يتعظ بغيره، ولا يجعلنا ممن يتعظ غيره به.